رمضان كريم مشاهدينا، وحنا مازال مستمرين مع الاكلات المغربيه الاصيله، ودابا غادي ندوزوا للكرعين. الحاجه الكرعين، قولي لنا المقادير اللي خاصنا نحتاجو في الكرعين. اييه، كنحتاجو السودانيه مطحونه. السودانيه مطحونه، اييه، سكنجبير، بزار، نحمص الفزق، الخرقوم بلدي، التحميره الفلفل الحمراء، التحميره الفلفل الاسود، والزيت البلديه، والثومه والصوص ولا القرفة عواد. ضروري القرفة عواد والزيت البلدية والزيت الرومية ثاني كيف العادة. ونبداو في نديرو الكرعين. هاد الكرعين بعد ما جبنا الحاجة، عطينا العبار ديال الكرعين شحال باش دابا. بالنسبة بالنسبة لجوج ديال الكرعين كنحتاجو المقادير هادي كلها، وكنحتاجو الزيت البلدية والزيت الرومية. هما كيجيو كيتغسلو مزيان، وهما كيترقدو لان كيكونوا في الفران كيكونوا شويه كاين الرمله، وهادي على قبل الشوا كيتشواو، خاصك كيترقدو بزاف في الماء باش كطيح منهم هذاك الرمله اللي فيهم، وكيتغسلو مزيان وكتحيد لهم الشعر. وكيجيو الكرعين تجيبيهم اللي كيطيبو، كاين اللي ما كيطيبوش، انا كنجيبو ماركه مزيانه اللي كيطيبو لنا دغيا. ها كنبداو بالمقادير. نديرو معلقه ديال التحميره، نديرو معلقه ديال الفلفل، نديرو الملحه حيت هما الكرعين كيحتاجو لاصوص بزاف، داكشي علاش كنكثرو العطريه. فوالا كيحتاجو لاصوص، خاصهم يطيبو بزاف، خاصهم يطيبو كثيره، ومتى في الحطام كيبغيو الناس لاصوص كياكلو فيها لاصوص حيت كتكون. دابا نديرو الثومه، الثومه خصوصا اكثر الثومه باش كيحتاج باش يهرس لهم داك الجهد ديالو. قرفة عواد من بعد ملي كيطيبو كنحاولو نحيدوهم في الصبان، نحيدوهم ونحيدوهم. ديرو الخرقوم بلدي، انا ضروري كندير شويه الهريسه لان هذه كنطيب بها، لان كتجي بنينه وكتطلق واحد البنه بزاف. كنديرو الكمون اللي ما كنديروش بزاف، كنديرو غير شويه شويه باش ما يطلقش المروريه ديال هذا. نزيدو واحد شويه ديال البزار الابيض على حساب الناس اللي الحار اللي ما كيبغوش بزاف الفلفل المطحون، وسكنجبير، والحمص. حنا كنزقناه حنا كنبيتو ليه الكل كيفزاد. الا كان جات على زيت شحال؟ زيت كاس ديال زيت العود. كدير غير زيت العود كتكتفي به؟ لا كنزيد، لا بجوج مخلطين بحال كاس ونص بيناتهم، وكنعمروا عليه الماء، كنغطيو بالماء، وكنزيدو الكوكوت. من الاحسن ما يكونش في الطنجره لان كيبغي يطيب بزاف، كيطيب ساعتين حتى ساعتين ونص ديال الكوكوت. وكتعمر عليه الماء بزاف باش ما يتحرقوش، وكتسقي من بعد ملي كدير كتحيديهم هما، وكتبقاي تشربي في المريقة حتى تجيك. اذا مشاهدينا نردو الطبخه ديالنا فوق النار ونرجعو لكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بقينا الكرعين كيطيبو، خليكم معنا باش تشوفوا الطبق النهائي وطبق التقديم. مشاهدي قناه ريمال تي في، وصلنا لاخر فقره ديال طياب البنا اللي كانت غنيه بالاطباق المغربيه المعروفه في المغرب وكذلك في العالم العربي، اللي هي الكرعين بالحمص. شكرا للشيف ناديه، ربي يخليك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.